بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانشقاق. سورة الانشقاق وإنك صامرني صون الشيخ مركن سورة الكويرة سبب اللامين. يعني وحو يان حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم روحي شعل أمر ربا إنو أركو قيامة دي إل ببقى إنو كو أركو يدو ببقى حقيقة إنو أركو. ها أخريو سورة الكويرة إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت أيضو قيامة دي بكه الليس وسورة على السورة هي سيدة وحرق عدونان أدون كان يمركو دمادو آخر الله تقمعنا. إذا قرت السماء صمدي يعني وسورة مكية يدنا قرآن كي سودك ويهجر دكوان. إذا قرت السماء صمدي انشقت أي دل دل عنه هو أذنت أي مقشو لربها ربك أي أم مقشو أدق النقلات وحقت لغن حقسيو مقل كائي دقن ويل كان لغو حقسيو لغو قرسيو. وإذا قرت الأرض دلكين مدة لتاقو أولا في ديو أو ألقت أي صوت ملكي ما شيء فيها نحن رأها أي صوت ترت أو تخلت أي اسم رسوه وحي نحن إذا كتري أي اسم رسوه اسكسر اسكخليش أو أذنت أي مقشو لربها ربي قد أي مقشو وحقت لقونا قرسية مقل كأسكا. هي يا أيها الإنسان إنسان هل كواحا كتري تواتيو لاقى الإنسان كدحو مركز إنسان كل كل ميا شقد أدونك قبتي أبال كذي مركز كل كل ميا. يا أيها الإنسان إنسان إنك أدوك كادح ككذي ذنبات إلى ربك ربك أنت تكل كل ميس كدحا كذيني كذيب بات كترتا أنت ربك كل كل ميس أو فملاقيه كل كل ميا آيات هاي ربك أما كدحيه إيا عمل كاقية كذيب كاقية والله كل ميسا. فأما من روحي أوتي الله سيو كتابه كتاب كيس بيمينه ميدك تيس الله سيو فسوف يحاسب والله حساب دون حسابا حساب يسيرا أو فضد وينقلبون قدومي إلى أهل أهل كيس حقه ذو قدومي مسرورا حاليا من الفرح قريه سوى القفرحي. وأما من روحي سي أوتي الله سيو كتابه كتاب كيس وراقه أي وحقوق قرنايين وراء ظهره دبر كيس قداشي سلقسيو فسوف يدعو وحو ايران دونا ثبورا هلاك بو ايران دونا ويصلى وحو نقلي دونا سعيرا نار هريسان وقلي دونا محايا لي انه اسو كان وحو اها في اهله اهل كيس لحظوضا
مسرورا كل فرح قريب وها مركو ريركيسي عديس نحجوبي إنه إساق الظن وحملي ألا يحورا إنو سنصون قنين بلاها كتشوغي ملاها هتشوغي بلا بلا إسكبر عبده إن ربه ربه كان وحو أهاده إساق بصيرا من أركيو أها مركي سمدو أي دل دل عدو يعني وحو قيامه مركي اتمادو إلا قيامه مركي اتمادو سينو صبرا ني وحيالها كائنات كائنهم موقضة كوه دواوين إيا كوه ديرير بإسبدل باكو دعي وحل حميلي كرو الله دل قادن كرما قيامه ما مخلوقات كوين حتى أمدل قادن كرما سمدا إيا للكا إيا بورها إيا كل إسبدل باكو دعي مركا سمدي ويد دل دل عيسى سمدو مركي دل دل عدو هو أذنت لربها أي رب جد أم قشو يعني رب جد أي مقشو أو يشو معنا رب جد أمر كيسي قادنسا ساس يل مركو يلا هو يليس طيب محل لنا يا سيدا سمي بالورنيا هو سمينس وأذنت لربها هو حقت هذا لو حق سيو لو جر سيو مقل كإلهي مقش ساس معنا لماذا لأنه وحوي يعني مركي اللي فيريه الله أمر كسيه سبحانه وتعالى إيا حالده تاغن أمر قادة شده أي أمر قادة شيء إيا مقلده أي إلهي مقشي قروشي كلها لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مياه ميد أمر كيسا لتبيع رد هدو أمر خلقي يسميد كمدا سيه قروشي وحا أو قرع إنو أمر كاقات وحقت لوغو قرابو لوغو قر سيه أمر قادة شده محايا يلي عدة أمر كسي سبع وحي تهي عدة أمر كيسا لتشابين كريم ساس براديد إني أمر قادة والله وقرابيو حق يقرب الله بسينا يا معنى وحقت سلاسوي ملكنا اللي في ديو أو اللي تهيبو أو تاك تاكا إيو بورها إيو قدتكا إيو وحا لقبا بإيو الله السيمو ساسوي معنى سيد الله في ديو ملك وحا قده سكوشيرا لأوصو تورو ألقد أي تورتوي وحا قده إذا كوشير وحي كوشيرا يبني آدمها إيو مخلوق هاي كل انتيو أو إسكسو توريسا طعيلا way isbanaynaysa iyo gudheeda way iska banaynaysa wixii gudheeda ku jiray oo dhan ay jinsi kaleen iyada ahayn banaanka uu soo tuuraysa korkeeda la imaanay banaanka loo soo baxay macna rabbigeed ay maqasho maqlidaana lagu garsiyo wa taakeed wa adinat li rabbaha wa huqqat tii horena samada yahay tanina wax weeyaan waa dhulka samadu rabbigeed ay maqasho dhulkuna uu rabbigii maqlo labadoodaba maqalka lagu garsiyo oo rabbi dii alla amar diidi kariin ba amarku ka soo fulay markay intaas dhacdo insaanku wixii uu shaqeystay uu la kulmayaa jabsas markaas insaanki toos loola hadlay xali war insaano innaka kadihun ila rabbika kadhan adunkan waqo shaqeyn kadhiga waxa la shaqada adag balada al kadhu wa shaqada adag marka shaqa adag iyo kadeed iyo rafaad كبح ميسد انت ادونك جوكس الى ربك اكل كل انت ربي قال والله كل ميسا شكل ان ربي مركي لا كلمه ايا ددنا كديد كودي انت سو كو ايغي او ديب يا كديد يا رفاد يا شقاء ادق مالين كاس اوو اغتahay راحه الهي يا جنة غليا سومجت ددنا كديد كي يا ديب كي ادونك كو هيستاي ميد كبرن بي مالين كا غليا وعذاب الهي يعرض سبحانه وتعالى لكن انت الادونك توكتر نصينا قوة الله راحة قوة الله دقلانش قوة الله كدحي اي عمل ادك اي شدة اي رفات باكو جبته صوت اسمع تاوحا كسما متك حولها له متك فقير كأه متك حوق بضل متك تورت درن متك عافمات كقبا متك چرن كان ودقيري لهيسته كان هيسنن نوال بإن ام بي اتشوك تامويه ولا ودك كديدين صوت حقيقة قارئ أدو أدون كان من النصارى والربوع بن هلاي ما تشروا كذيت كأي الرفات كاسات كوتشي ريسا كان النسل ميسد كان الدحي ميسد انت أدون كقول الله شعي اللهم انت بما تربي قال الله كل أنت موي مال كاسا أما كذيت كأد كان نسل أما كذيت عصبه كيف ركض رمباكو بالله ولي إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أدوية المركة منك النصيرة كدروا والله قصد حبادا أغيه حبادا أسعد معنا سنسوية هل كاسين نصينا ذو طالعه هل كان نصينا هل جرت سدوي ما إنك أيام كذير لواط كوب بلا ونني هل كاس إن ذات جاريسو واحد ما إنك أكون نصلا يشقي سوي معنا ما إنك أمرك ولا كلا بحية
markii rabbiga aad la kulanto laba mid baa la noqonaya. Fa'amma man uutiya kitaabahu biyamiinihi ruuxii kitaabkiisa midigta laga siiyo oo waraaqihii wax ugu qornaayeene malaa'igtu ka soo qortay gacanta midigta looga dhiibo, xisaab fudud baa maalinka la xisaabinaya. Xisaab fudud ehelkiisii buu ku noqonayaa isagoo la faraxgeliyey. Ehelkaasi sida loo badanya waxa waa ehelkiisii jannada, guryihiisii iyo xaasaskiisii jannada ayuu u noqonayaa isagoo oo la faraxgeliyey, aada u faraxsan ayuu ku noqonayaa macnaha. kaasi waa midka aayadda markuu nebigu akhriyay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran, ayaa caaisha waxay tidhi radi allahu canha, laysa axadun yuxaasabu ilaa halaka, buu nebigu sal lay slam, axad la xisaabinaya ma jiro ilaa ruuxa haddii la xisaabiya waa halaag sameeya. Xadiiskaasuu nebigu sal lay slam. Markaasa caaisha waxay tidhi yaa rasuul allahi, rasuulka ilaahay, jacalaniya allahu fidaaka, alaysa allahu yaquulu caza wajalla, faamaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira, adigu waxaad leedahay ruuxa haddiiba la xisaabiyo waa halaag sameeyey, oo ruux xisaab lala galay raje male waa u dhammaatay. ilaahayna qur-aanka wuxuu ku sheegayaa inay jirto xisaab fudud. qur-aankii wuxuu leeyahay xisaab fudud baa jirta, adiguna waxaad ka dhigtay xisaab oo dhan inay halaag tahay oo la halaagsamayaba haddii laysla xisaabsado. see waxu jiraan bay leedahay caaisha radiallahu anha, saasay nebiga u weydiiyey sal lay slam. markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay slam, dalika alcardu, buu nebi sal lay slam, yucraduuna waman nuuqisha alxisaabu halaka, buu nebi sal lay slam. middaas qur-aanku sheegayo bandhig baa la dhaha, buu nebi sal lay slam. bandhig baa la yidhahdayo waatan soo sheegna addoonka ilahay intuu meel asturan geliyo oo addoommada indhahooda ka qariyo ayuu ilaahay subxaana wa tacala wuxuu usoo bandhigayaa dembiyaduu galay, kan ma gashay haa, kanna ma gashay haa, kanna ma samaysay haa, kulli markuu wada qirto oo is yidhaahdo wallaahi maanta waa kuu dhammaatay, buu rabbi wuxuu leeyahay adduunkana anaa kaa asturay oo kuma fadeexayn, haddana anaa kuu dhaafay kac jannada aad. qur-aanku tuu ka sheekaynayo waa middaasoo fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran, waa bandhiggaas. laakiin man nuuqisha alxisaabu faqad halaka, buu nabi sal lay slam, ruuxii xisaabtiisa lala lafaguro oo in yar in yar laysula dultaago oo aan waxba laga fududaynin waxba laga fududaynin, kaasi inuu halaagsamayo mashaki baa ku jira. hadalka nebigu saasuu u dhacayaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh, waa halaagsamaya haddaan ilaahay lutfigiisa iyo naxariistiisa aan lagugu dhaafinoo xisaabtaadi mid mid yacni waxa weeye laysu dultaago oo waxba lagaa cafiyin, shaki male waa halaagsamaysa. saasuu marka nebigu ka waday salawatu rabbi wasalaamu caleyh. marka fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran, waa cardiga iyo bandhiggaasoo addoonka in dunuubtiisa loo soo bandhigo kadibna ilahay u dhaafo subxaana wa tacala, taa iyadaa way macna eelkiisii buu ku laabanaya isagoo oo la farax geli. ruuxii kale kii kale ka wey kii kale ee macnaha xumaa ee adduunkan soo shaqaysanin kitaabkiisa isaga waxaa laga siinayaa waraa'a dhahrihi, dhabarkiisa gadaashiisa. waxaynu soo marnay bishimaalihi soo ma bidixda in looga dhiibay aan soo marnay, haddana meeshan waxaynu leedahay waxay aayaddu leedahay dhabarka looga dhiibaya, dhabarka gadaashiisa isma diidayso, gacanta bidixdaa baa laga siinaya. laakiin bidixda markii wax lagaaga dhiibayo marna xagga horaa lagaaga keena, horey inta lagaa soo galaa gacantii fidi lagu dhadaa lagu siiyaa, marna gacantii inta gadaal loo jabiyo xagga dambe inta loo jabiyo loo laabo ayaa xagga dambe lagaga soo dhiibaa. marka isaga bidixda looga dhiibi sax, laakiin haddana bidixdaa looga dhiibe gacanta gadaal inta loo laabaa xagga dambe kitaabka looga soo dhiibaya, waa ihaano iyo dulaysi weyn la dulaysanay. saasu macna xaggaa dambaa looga soo dhiibaya. markaasu waxaa rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacala, ruuxii kitaabkiisa halkaa looga dhiibo wuxuu u yeedhanayaa thubuuran, halaag buu u yeedhanaya. alla hoogayo baa ay halaag sameeyey, balaaya igu dhacdayo baa baayay, thubuur iyo halaag buu u yeedhanaya. saciire iyo naahuuraysana waa gelayaa rabbi subxaana wa tacaala. sababtu maxay tahay? maxaa sidaa loogu gelayaa? innahu kaana fii ahlihi masruuran, markuu tolkii iyo ehelkiisa iyo reerkiisa dhex joogay mid la farax geliyey buu ahaa. markuu reerkiisa dhex jooga ehelka waxa weeye waa dadka ka dhalatay, ilmaadeeradii iyo yacni waxa weeye tolkii iyo yacni waxa weeye ehelkiisa iyo caruurtiisa iyo markuu dhex joogo mid la farax geliyo oo haba yaraatee cabsi ayna ku jirin buu ahaa. aakhara kamuusan baqi jirin, rabbigii kamuusan baqi jirin, xisaab baa dambaysa kamuusan baqi jirin, faraxaas ahay. faraxa adduunyada haddaad farax ku noolaato oo cabsi la-aan aad ahaato aakhara aadan ka baqin, hadde waxa weeyaan faraxan adduunye wuxuu kaaga dhammaanayaa dhimashada. aakhare murug iyo walbahaar unbaad ku noolaan. adduunka ruuxii baqana ilaahay ugu dari maayo baqdinta aakhare ugu dari maayo.
روحي الله كبغ أدونك أنتو تشوه بغدين تآخر وألقى بداني الله يسكو داري ماي وكان صومرني إنا كنا في أهلنا مشفقين مؤمنين تساسي ضد كودي مركا يدحي تشوهان يحلقي أي أمنك دريمي لهايين مركا سيقوب بغدين بدين إلهي بكبغة سبحانه وتعالى أما نينك بيدحنا اللو قدي بيه يقضال كاسي ساقر ريركي سيادتكي سمكو لحي تشوهان ميد فرح سنبوها أو بغدين يعصياني كتير معنا وحن مليني إنو سنصون وقولي نينو حق الرب أوسن أوسن لابني كتشوك بلني ربك سبحانه وتعالى وحو أحمد أركيا أو إلالين يون لسعدوه إساقو سان لو إلالين هاي محوكو كيني لغو سوء علما يو لغو لحساب تمامي وابل لدبتشوك أيو والغور هيا يو يعني وحو ربنا سبحانه وتعالى وأركيا بلا إغنى ودبتشوك تاي وحبا لغا قريع إذا قرتي السماء السماد إنشقت أي دل دل عدو أو أدينت أي مقشو لربها ربك أي مقش أو حقت لحقسيو لغونا حقسيو oo lagu garsiyo lagu jitsiyo lagu garsiyo maqalka ay Alla maqashay waxa yeelay Alla aan amarkiisa la diidi kareen way ila goortii al ardu dulkina muddat la taago oo macnaha la fidiyo la goglowey oo wa alqad ay soo turto ma shaygi fiha dhexdeeda aha ku dhex jiray oo wa takhallat ay ismariso gudaheeda wixii ku jiray ay iska mariso iska soo saarto oo wa adinat ay maqasho li rabbiha rabbigeed ay maqasho oo wa xuqat لحق سيء ولتيت سيء ولقر سيء أنت إذا ما قل كلو قر سيء معنا يا أيها الإنسان إنسانو إنك أذوق كاديح باتهاي ميت شقينا يا أو كذب ميا أو دبتوني إلى ربك ربك أنت كجاري صد وقتكش كذحن كذب يعني وحوي كذب ثاني يعني وحوي كذحن شقاء أذك أما كذب أما الرفات فملاقيه من لك الميا آيات ربك أما فملاقي من لك الميا تاعي هي كذحك أما كذا يقول عليه من ربي وعلي ومتلازمانه فأما من روحي أوتي الله سيا كتابه وكتاب كيس بيميني ملك تلاجسيه ملك تيس تلاجسيه فسوف يحاسب الدب على حساب دون حساب الحساب يسيرا أو فضل وينقلبون قدوم إلى أهلي أهل كيسيب وقدوم تشندت شوقي وحور العنت يضمر كيسي قريزي مسرورا حال يمد لفرح قليه وأما من روحي سأوتي الله سيا كتابه وكتاب كيس وعمل كيس قرنا وراء ظهره نبر كيسة قداشي سلوغتني واللقصيو فسوف يدعو وحو اي يرندونا صبورا هلاك بو اي يرندونا حلعب يعني وحو يهلاك يا بابا او يرندونا ووحو تشعلي سنية إلا هلاك الله ترتيرو الله بابيو ويصلى وحو قلي دونا سعيرا نار نار هو ريسانا وقلي دونا يعني وحو يهلاك او يرن يهلي مايو هلاك ما لنكا إساقا نصيب يعني او هالله إنو هلاك هلو هلاك هذا الدنيا أن نعبنا وحن قلنا عبنا وهلاك يا بابا سواء ما لنك استجي بقول يرنا يا أهدنا أولئي لماذا لأن وحكوك اللي في بعيان بلا يقدر الهلاك يعني هلاك وقول يرنا يو وح كدر ما مشي يلا معنا بلا إسكبر نار هوي يصل وح وقلي دونا سعير النار هو يسوق لي دونا محيلا إنه إسقو كان وحها في أهل يأهل كيسد إحدى ضحال وكس وجيهاي مسرورا كل فرحية فلا فرح قليه بوها كل فرح قليه ولا قف فرحية اسكب فرح صنو العبسين والبقين بوها إنه إساق الظن وحو ملي ألن يحور إنو سنصون نقلين أو ألا حقي سنو سنصون نقلين أدونك إنتو بنتو نصا قرد مانا يو حالك وحالك كوئة كاني أي موضي بلا اسكب الناف إن ربه ربكي كان وحو أهدي به إساق بصيرا من أركيو أهد الله سبحانه وتعالى هو أركي ولسعد وحي السميني وحي السميني أمار مانت لغو أبا المريم المعلم فلا أقسم وان دارم برب سبحانه وتعالى بالشفقي عو ويرتا قد دارنيا عو ويرتا أيام قد دارنيا إيا والليل هبين كيبان قد دارنيا إيا وما شيغا وسقا أو كلمي والقمر ضيحي بان قد دارنيا إذا قرتي اتسقا أو أروره لما يسترمو إلا تركبن واطفوليسان طبقا حال بطولسان او عن طبق بعد طبق حال كالكذاش يساء فما اللهم حاوسقنا ذي لا يؤمنون حال اين الرومينين واذا قرت قرئ الاخرية عليهم كركوضة القرآن قرآن كاللغو اخرين لا يسجدون اين السجودين حال كاين السجودين القرآن كمرك اللغو اخرين يعني وحويان اين الرومينين حاوسقنا ذي بل اسكب الضعف الذين كوا كفروا كفري يكذبون ويبينين والله اللنا أعلم ميت في أجاش بروي بما شيء يعول أي ويلين يان قلبك وحي كوه يستان وقوقر صنا يان الله وأقصي فبشرهم أجو بشاره بعذاب عذاب أجو بشاره أليم أو حنوتيه
إلا لكن س إلا لكن س استثناء واحد كذلك مفرق واحد كذلك مارتي منقطع كذلك إلا لكن س الذين كوا آمنوا الرمي أو عملوا سمي الصالحات أعماشا وناسا لهم وحاوسنا لأجر الأجر باوسنا أجر كاسو غير ممنون مد لقين غير كيا لقين نوى معنى الله سبحانه وتعالى وحكو دارنايا يعني وحوي شفقة شفقة سيدة جماهير مفسرين تأيليهن حديث النبي أنا كبس وأروريب صلوات ربي وسلام عليه شفقة وحلي لهذا الحمرة قدود كالي لهذا قل رحل مركي بعضه قدود ككدن بي إلى عشاها لقى قاري أفق كم وقضى أيال لهذا شفقة لهذا شفقة لهذا معنى وقدود كاس قل رحل دعيتان كذا كدن بي معنى كاسا كبرة أرتي برب سبحانه وتعالى وحال قلوه كبرة أرتي همين كي إيه وحا أو كل ميهي هل كاسي مركا همين كو مركا لقلو أو بابا أو قدود كاسي والليل داوي والليل همين كي أو سفي عن الله دح قلوه مركا فيد بالك يعني تاسو إله كبرة الله سبحانه وتعالى تهورئ شفق أنا وحا ويان habeenki si fiican mugdigiisi uma gelina qorraxda waxa si muuqda gudud kadii iftiin kadii ufuq ka simo oo gududka muuqdaashku shafaq leeyahay macna labaduba waa aayado waaweyn astaamo waaweyn iyo mucjisooyin ilaahay qudradiisa awoodiisa ku tusayay labadaas ilaahay ku dhaarnay subhanahu wa ta'ala wal layli habeenki baan ku dhaartay iyo wama wasaqa waxa uu kulmiyay makhluuqaadka uu kulmiyay ee farax badan uu kulmiyay wax kasto kulmiyay هذين كمركو يماتوا مقدقيسة وحول بعض وغز كلا شنو إنسيو حيوانا ضو نالو من نالو وما وثق له وح سوق له هذين كمقدقيسو عد كستو الضبولة وح يسوق له سوا ما وثق هذين كوكل مية ومعنا وح ويجمعين ومعنا بيجي إيمان كل أرتب رب سبحانه وتعالى إذا اتسق مركو أورورا أو ما يستيرمو اتساق وحلي هذا مركو إفتين كيسو ما يستيرمو أفريت صبناك هذينك وأفر يتميه أو وجو يفتن بدنيه أيا اللي هذا اتساق الله جوا معنا وهذينك يعني ضيحه كأيض أهان وعجيب سينه معنا تاسن كل عرتي برب سبحانه وتعالى الرماها سان كل عرتي لا تركبون واتفول إنسان واتفول إنسان طبقا عن طبق حالت كلا كذب بس حالة كلا كذب بيات فول إنسان ودمر إنسان إنسان كهادتين تفاصيل دوراك وشتى لك كم بمرينا إنسان كهادتين حالات كلا دمبيات مريسان وفي صدى حالات وحنشرين بضايدا حالات يبيع مني أبضايدا حالات وحن نغتين حنشر ديقة واتكسوا قدوبتين وحالات وحن نغتين عديرو هيلبة حالات وحن نغتين بني آذن سميسا لكن أنا في كتر نفبا ليدين قليا واتق دقاقدين واتصوب حدين وبنان كاتمادين بنان كمركي اللي يمين الميرو نفلي أو حبك لقرينين بضايد waad kobcday oo waad kortay oo aqligiiba in yar yar kugu kordhay xoogiiba in yar yar kugu kordhay dhalinyaro noqoto dhalinyarani waad ka gudubtay oo kahli nin dhaxdhaxaad noqoto waad ka gudubtay oday baad noqoto waad ka tagtay odaynimadii oo wax weyn waad dhimatay dhimashadii ka tagtay oo qabri baad gashay ka tagtay oo qiyaamati ila aad ama janna ka gashaan ama naar ka gashaan la tarkabuna dabaqan an dabaq wa saas maana xaalada kala dambayaad maraysan maraaxil kala dambaysa oo midba midda kale ka dambaysa ayaad fuulaysaan oo maraysaan way macna saas laga wada iyadoo saa u muuqato oo bini aadamka miskiinka tacbaanka uu arko iyadoo insaan loo maamulayo famaa lahum laa yu'minuuna marka maxaa u sugnaaday u rumayn la'yihiin oo u diidan yihiin iimaanka qur'aanka marka lagu dul akhriyana ay u sujuudi la'yihiin soo wax la yaab laba war intanaad maraysaan oo waydii wada muuqata kulli inteeda badan waxa inaga qarsood uun qabri hadii la galo iyo wixii ka dambeeyay laakin in tan kale oo dhan markhaatibaynu kanahay waynu aragnaa shuhadaynuna iyadoo saay tahay ba haddana waxa laynagu kari leeyahay allaha intaasoo marxalo idin marinayo rumeeya fama lahum laa yu'minuun qur'aankiisa marka laydinku dul akhriyana sujuuda oo u hoggaansamo u khushuuco quduuca taasa bini aadamki lagu kari leeyahay waa cajiib wey macna rasuulkeena waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سيدة صحيح البخاري وكسوغان من حديث أبي هريرة نبي آيات مركو أخري والسجود جري وركو حكم تهي مواضع القرآن كمرك الله مرأي أي سنة تهي إلا السجود والسجود تلاوة أي كتمت بكم دمعنا بل الذين كفروا يكذبون انت أصدنا يوم اللغو سميني حدنا كوي قال هذا هوا بيني الله سبحانه وتعالى وحي أكسويها وحي ويلين يعون وحي قلبك كو يلين يان وقلين يان ويكو قرين يان إلهي والله صعودا وحي سمين يان اسكب الدائي
أف إيه أدي وحي كسر إسكبر ضعف قلبي جوحه كتيره أكسوي عذاب حنوم بدن أقو بشاره نبي واحد كتير هذا والد العذاب عذاب حنوم بدن بعد جل إنسان أقو بشاره بشاره ما هي معناه أول شيء قوي طيب لكن ضدك إيمانك يا عمل كصالح على جهلي أيجو وحي ليهن أشر أن جو أي نبي ليه أفس كفرك إيه تكذيب كنا سبب وحويها عذاب حنوم بدن إيمانك يا عمل كصالح هنا سبب وحويها أشر أن جو أي من أو تشنع يو أبا يو يسويها معنا فلا أقسم وأن بارنا يا رب سبحانه وتعالى بالشفق يعني إليسك جدودا أما بالشفق عورت عور ما كل وغل بالشفق بان كل عرنا يا جدود كاس قر رحنا بعتان كذا كذا بيان كل عرنا يعني والليل يهبين كي بان كل عرنا يا وما شيء وثق أو كل مية مخلوقات كأو ضبالي الصوف أصقلي أيام كل عرنا يعني والقمر ديح بان كل عرنا يا إذا قرت اتسق أو لما يسترمو أو افتين كيس لما يسترمو إلا أنت أفرج صبنات ككهر ريسا افتين كضيح إير إير بؤسو بحسمية مر هادو أفر يتوانك دافو أيانانا استنبو باللابية إلا أو كل نقضة ميشو كسو باللابية هبينكو أقولنا من استنية مركة أفر يتوانك بمعنى ساسوية إذا اتسق لتركبون واد كوريسان واد كوريسان واد مريسان ويطبقا حال أياد مريسان يا مرحلو وعن طبق بعد طبق طبق حالتك لتكدن بيسا حالتك لتكدن بيسا هي مرحلة لتكدن بيسا مريسان وصاصت كسعونيسان ومعنى إلى آد طبق أقدم بيسة تكتان أو تشنأ من النار والعياذ بالله فما اللهم حاوسنا بإلا يؤمنون حالين الرمينين وإذا قرتي قرئ الآخرية عليهم كركوذ القرآن وقرآن كاللغو أخرين لا يسجدون أين سجودين حال أين حالك حدي قرآن لغو أخرين أين سجودين إيماننا أن لغهلين حال كاز محاوسنا لين منك محاو ديدا محاو كورتاقا إن الرمينين قرآن كمرك لغو أخرين أي سجودان إلى سبحانه وتعالى أي أطيعانه أي كأمر قتال بل إسكبرنا في الذين كوا كفروا كفري يكذبون ويبينيان والله ألنا أعلم وحي أوجيها بما شيء يوحون أي قرينيان أي ويلينيان قلبك أي كهيان فبشرهم أقوب بشاري بعذاب عذاب أقوب بشاري أليم أو حنوتيا إلا لكنس الذين كوا آمنوا الرمي وعملوا سمي الصالحات أعماشا ونناسا لهم وحاوسنا ذي أجر أجر باوسنا ذي أجر كاسو غير ممنون كل قوينيو غير كيا يعني واحد كل شر يغيرك الله ما قوينا معنا